السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من جنبات مركب الأمير مولاي عبد الله المدخل الشمالي. كما كتشوفوا معنا الأشغال متواصلة ليل نهار، كاينة صعوبة كبيرة الإخوان في التصوير. كما كتعرفوا جميع كاين منع كلي لإدخال الهاتف النقال داخل الورش، يعني ممنوع التصوير داخل الورش. اليوم غنحاول ما امكن ان نقربكم اشنو واقع في جناب المركب. كيهرب من الاضواء. قلبت لكم الكاميرا ومعايا بعض الاصدقاء هنايا. اش غادي نقول لكم؟ كنحاولوا ما امكن نقربكم من الامور شنو واقع فين وصلت الاشغال، لكن هناك ربما تحفظ. كما كتشوفوا المكان اللي كنتواجدوا فيه الاخوان فهو في الجنبات ديال المدخل الشمالي ديال مركب الامير مولاي عبد الله، وغادي نقلبوا لكم الكاميرا وغادي نقربوكم اشنو واقع، لان شي حويجات شفتهم راه ما فهمت والو، شي حويجات جداد شفتهم ما فهمت والو. خليكم معنا، غادي نمشيو بكم دابا مباشره نطلعوا من الجنبات ديال المسبح الاولمبي اللي جا هنا في الجنبات، بعد ما ضربنا واحد 50 دقيقه مشيا على الاقدام من مدينه تماره في اتجاه مركب الامير مولاي عبد الله. فدابا غادي نمشيو في الروتور ونشوفوا شنو واقع هنا. لي باركينغ اللي غيكونوا عندنا تحت الارض فدوروا عليهم الحديد تقريبا واحد 400 متر حتى الفوق، يعني ما غتبقاش تشوف شنو واقع لداخل. كذلك مركب الامير مولاي عبد الله تزادت واحد لوبسيون اللي ما فهمت والو، واللي غادي نوريه لكم ونناقشوها ان شاء الله. اللي كنبغي ناكد عليه دائما هو انه كاين اشغال كبرى، اشغال خياليه، وحنا في الجنبات ديال المسبح الاولمبي. كما كتشوفوا معنا دائما العمليه ديال السقي متواصله اللي كتعطينا واحد الجماليه هنا في الجنبات. فنتمنوا من الله الخير والتيسير، جايين بزاف د الحويجات في الطريق اللي غيكونوا زوينين ان شاء الله. فاليوم كنبغيو ناكدوا على انه كاين واحد الورش اللي هو كبير، الورش ديال مركب العاصمه، فين غادي يبان الكامب نو ولا البرنابيو. غنشوفوا ملاعب عملاقه ان شاء الله هنا في المملكه المغربيه. ربما اللي صراحه كيطرح علامه استفهام كبيره، علاش يعني كاين هاد يعني التستور على الاشغال في الوقيته اللي كنشوفوا يعني الاوراش. الحمد لله راه الناس فرحانين بها، فرحانين بالاشغال، فرحانين بهاد الامور الكبيره اللي كدار، اللي كتوفر لنا فرص شغل كبيره. لان كنهضروا على الاشغال ديال مركب مولاي عبد الله، وكنهضروا في نفس الوقت على الاشغال ديال مجموعه من الملاعب في مختلف النقاط بربوع المملكه، بالاضافه الى الاشغال التنمويه لمجموعه من المدن. كذلك كنشوفوا شوارع كيتفتحوا، كنشوفوا مرافق كتبنى، كنشوفوا مجموعه من الامور. كنا كنتمناو اننا نواكبوا الامور لحظه بلحظه، يعني لدرجات كنشوفوا حتى بعض الاخوان اللي كيديروا مجهودات في هذا الباب الله يوفقهم، يعني ولا عندهم اشكال يعني حتى في اخذ يعني ولو بعض الثواني من الاشغال. فانا ما كنظنش ان شي واحد راه ضد الاشغال، كنشوف ان الاخوان كياخذوا صور كيعلقوا عليها بالايجاب، هذه امور اللي هي مزيانه، وحتى الناس كتبغي تعرف الامور فين وصلت. هذا كل ما في الامر. هنا المسبح، وغادي نحاولوا نكملوا بكم المسار القدام ان شاء الله ماشيا على الاقدام. كاين واحد المنع كبير ديال التصوير او تتبع الورش من الداخل. فهاد اللحظات اللي كنهضروا معكم الاخوان على حسب المعطيات اللي كنتوصلوا بها، فحاليا النصف ديال الملعب تقريبا شملاته العمليه ديال الهدم، النص ديال الملعب شملاته العمليه ديال الهدم، والعمليه مستمره. دابا كيحيدوا لنا السقف ديال المنصه، وكيحيدوا لنا دوك الاضواء اللي من الفوق، والاعمده هذيك الكبيره بداو كيحيدوا فيها. لكن في الوقت اللي عندنا الاشغال داخل واللي كان ممكن بعض المرات كنسرقوا نظارات وانت غادي في جنب الطريق، دابا ما يمكنلك تشوف حتى شي حاجه. والسبب غادي تعرفوا معنا الاخوان بعض اللحظات. فلا احد يشكك في الخدمه الكبيره اللي كديرها الشركه ديال القباج
والمجهودات المبذولة من السيد الوالي اليعقوبي اللي صراحة كيوقف على كل كبيرة وصغيرة، كذلك القجع اللي صراحة شفنا معاه مجموعة من الأمور الإيجابية اللي خلات المغاربة يخرجوا للشوارع، وفي قاع المدن. فاليوم الأشغال في مركب الأمير مولاي عبد الله غادي في واحد السرعة كبيرة، لا داخل المركب ولا خارج المركب. وفي البداية الفيديو هتكونوا شفتوا معانا الرمايك داخلين خارجين، الحفير راه بدا ديال الباركينغ كيشارجيو داك التراب، كيدخل من المدخل الشمالي فين كيمشي داك التراب التخوى باقي ما عرفناش، لان الليل ما يمكنش نقولوا شي حاجه، واش كيخرج من الباب الرئيسي وكيمشي لشي بلاصه وكيتخوى، اولا كيتم الاستغلال ديالو نيت لداخل تما في شي بلاصه وكيتخوى. هذه من جهه. في هاد اللحظات بعد ما انطلقنا من المدخل الشمالي هنا المسبح الاولمبي من زاوية اخرى، فاحنا غنستمر معكم ان شاء الله للامام باش نشوفوا اشنو واقع بالضبط في جناب المركب. انا واحد النقطة صراحة اللي ثارت الاستغراب ديالي هو الطريقة كيفاش كيتغطى الملعب بالكامل، ما تشوفوش يعني، كنشوفوا مجموعة من الرسائل، مجموعة من الاصدقاء كيقول لك حاول تصور لنا الاشغال من الداخل. فالاخوان راه كاين واحد المنع، اللي هو كبير، ما عرفناش الاسباب علاش، ولكن غنحاولوا نكتشفوا علاش ونشاركوا معكم المعلومه ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. هنا عندنا واحد المحطه ديال الوقود امام القاعه المغطاه التابعه للمركب، مركب العاصمه، مركب الامير مولاي عبد الله. والذكريات، ذكريات الجماهير العسكريه. فاليوم المركب غادي يتغير بالكامل، غنشوفوا صورة جديدة هنا كما كتشوفوا معنا بعض الصور الجميلة هنا بجنبات مركب الأمير مولاي عبد الله. هنا فين عندنا القاعة المغطاة، وحنا غادي نستمر معكم للأمام إن شاء الله. غنمشي معكم لحظة بلحظة فيما وصلنا الفيديو، اش معكم واحد فيديو شامل هذه القاعة المغطاة اللي جات في الجنبات ديال مركب الأمير مولاي عبد الله. صراحة الكل كان يمني النفس أنه يشوف مواكبة خاصة مع تتبع آخر التطورات ديال مركب الأمير مولاي عبد الله في الأشغال ديالو، لكن شاءت الأقدار، ربما فيها خير، اللي ربما المسؤولين كيعرفوا شنو السبب علاش كاين المنع ديال التصوير. فراه ماشي مشكل اننا نشوفوا مركب الامير مولاي عبد الله غيهبط كامل، وغنشوفوا مركب مواصفات عاليه وعالميه. هذا هو اللي كاين الاخوان، لان الحمد لله بدينا كنشوفوا العشرات والمئات من الشباب كيمشيو في الاتجاه ديال مركب الامير مولاي عبد الله، كيقلبوا على فرص شغل تما. اكيد فئه كبيره منهم غادي تخدم بطبيعه الحال، لان اليد العامله غادي تخصوا بارقام كبيره. اليوم بدينا كنشوفوا الاشغال بالليل فيما يتعلق بالامور هنا المتعلقه بالمرأب تحت ارضي. شوفوا معايا الاخوان الصوره جميله هنايا، ما تسخاش تبقى غادي وسط هاد المناظر الخلابه. هنا الطريق الوطنية رقم واحد شارع الحسن الثاني، وبالضبط أمام القاعة الخاصة برياضة الكاراتي كما كتشوفوا معنا هنايا، قاعة خاصة هنايا برياضة الكاراتي. كنشوفوا أمور اللي سبحان الله جميلة جدا، يعني مقارنة
بوقت سابق ف واحد الوقيته كنتي كتبغي تمشى هنا على رجليك تشوف الامور كيفاش دايره، فكانت صعيبه الطريق هذه عكس الواقع المعاش حاليا. شوفوا معي الاخوان الجماليه هنا في الجنبات بالاخضر والاحمر، تتزين جنبات الطريق الوطنيه رقم 1 شارع الحسن الثاني. اللهم بارك. شوفوا هذه الشجره هذه شحال من جدار خارج منها. شوف تبارك الله، شوف ما شاء الله ما شاء الله. فكما قلت لكم الاخوان هنايا غنشوفوا شنو عندنا، المركز الوطني للتكوين والاستكمال في الكاراتي، شي حاجه ما بانش ليا مزيانه تما. كاراتي خير ان شاء الله ترجعوا لها من بعد. فكما كتشوفوا معنا غنحاولوا نكملوا معاكم المسار القدام والنقطه الغريبه اللي شرت لكم لها الاخوان اللي ما فهمتهاش. الا رديتوا معايا البال وانا غادي هنا في الجنبات، عندنا القاعه ديال الكاراتي، عندنا القاعه ديال المركب اللي تابعه للمركب الامير مولاي عبد الله. ملي كنوصلوا لواحد الاسباس اللي ممكن يبان لنا المركب ما غاديش يبان لنا، علاش؟ تم وضع لوحات كبيره جدا، يعني اللي دايز على رجليه ما يشوفش المركب، اللي غادي بالسياره ديالو ما يشوفش المركب، اللي وقف هنا جنب الطريق ما يشوفش المركب. هنا كيتطرح واحد السؤال كبير، اشنو المشكل؟ اشنو المشكل وشنو السبب اللي خلى هاد اللوحات الكبيره كدار هنا في الجنبات؟ شنو السبب اللي خلى هاد اللوحات الكبيره كدار في هاد الجنب هذا؟ فصراحه هذه النقطه اللي ممكن نشوفوا منها مركب الامير مولاي عبد الله من جهه المكانه، هذيك الفجوه اللي كيدخلوا منها السيارات ديال الاسعاف اللي كتبين في نفس الوقت المركب الامير مولاي عبد الله من الداخل ديالو. فكما كتشوفوا هنايا غادي تمشي هاد الطريق كلها حتى غتفوت الباب الرئيسي، يعني ما تبقاش تبان حتى شي حاجه. هانتوما الاخوان في هاد اللحظات حنا ورا المكانه مباشره، يعني باش تشوف الاشغال ولا غير تقرب من الاشغال ولا عاد تاخذ فكره اشنو واقع، فيصعب الحال يصعب الحال. لكن حنا كلنا متفائلين ان شاء الله انه غيكون عندنا واحد المركب مميز ان شاء الله، مركب خيالي. هانتوما كما كتشوفوا هذيك ديال الاناره اللي الفوق ما يمكنش تشوف المركب، المركب ما تشوفوش، هذيك المكانه ديال المركب هاي كتبان في البيض هنايا حتى هي ما غاداش تبقى تبان، يعني هادشي كله غادي يتغلف، ما نبقاو نشوفوا حتى شي حاجه. ديجا قبيله ملي كنت جاي في الالي بانوا لي هذاك البلايص ديال السواري فين غيرسيو الحديد وهذا، فكيفيكسيو داكشي مزيان تما، يعني غتمشي حتى للمدخل الرئيسي ما غتبقى تبان حتى شي حاجه. كما سبق وشرت لكم انه ان شاء الله غادي يكون غير الخير، وحنا متفائلين اننا غنشوفوا مركب مواصفات ان شاء الله اللي كبيره اللي كبيره ان شاء الله، وتكون شي حاجه اللي كتفرح تليق بعاصمه الانوار بعاصمه المملكه المغربيه الشريفه. فكما كتشوفوا معنا الناس اللي كانوا كيجيو يتفرجوا في التيران قبل ما يتصلح هذا الحديد ويدار هذا الشيء هذا جديد، فكانت واحد الفجوه من هنا كان كيدخل الجمهور واحد الوقت، الناس القدام اللي غيعقلوا عليها شي شويه. فهاد اللحظات غيبدا يبان لنا شي شويه الرافعات، شي شويه غيبداو يبان لنا الرافعات، وحتى هما غيضرقوا ملي غيدار الجزء الثاني، الجزء الثاني ملي غادي يدار ما تبقى تبان حتى شي حاجه. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام فهاد اللحظات جينا معكم للجزء اللي باقي ما تغلقش، الجزء اللي باقي ما تسدش هنايا. فكتشوفوا معنا الحديد بدا كيتحط، هادشي كله ما تبقى تبان منه حتى شي حاجه، هادشي كله ما تبقى تبان منه حتى شي حاجه. ف هادشي كامل غادي يتدرق بالمره، وغادي نشوفوا اشغال داخل المركب في سريه تامه في انتظار الافراج على المواكبه ديال الاشغال وتتبع اخر التطورات هنا ب
مركب الامير مولاي عبد الله. كما كتشوفوا معنا هنا مجموعه من الاليات. هنا كنشوفوا واحد الحجر تبارك الله قداش انا اللي كيرصيو في هذا الحديد هذا بالكاله ديالو، وهو اللي كيتبتوا فيه هذاك الحديد الاخر باش كيغطيوه بالباش باش ما كتبقى تبان حتى شي حاجه. فاليوم من امام المدخل بجوج، مدخل خاص كنشوفوا انه اشغال كبيره جدا هنا خارج المركب. اكيد غنشوفوا سرعه ماراطونيه في الاشغال، وكما كتشوفوا الاشغال ليلا نهارا نتوما كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، الخدمه بدات حتى بالليل. كنشوفوا مجموعه من الاليات هي خدامه هنايا. فاللي غنبغي ناكد عليه هو انه ربما في الايام القليله القادمه غنشوفوا الخدمه ليل ونهار. الخوت بين لحظه ولحظه قطعنا في جوج قطعات، القطعه الاولى قطع فيها التليفون بوحدو، والقطعه الثانيه وقفنا حبسنا الفيديو باش نسولو شنو اللي ممكن يكون السبب في هذه المساله ديال الامور اللي كنشوفوا هذه الاجراءات اللي كاينه في الجنبات ديال مركب الامير مولاي عبد الله. فهي تعليمات تفاديا يعني المجموعه من الامور اللي ممكن تاثر على السير العادي ديال الاشغال. فاللي كنبغي ناكد عليه هو ان مركب الامير مولاي عبد الله غيكون في حله جميله جدا، وان شاء الله في المرحله ديال البناء غتكون حاجه اخرى. ربما العمليه ديال الهدم اللي كاينه حاليا غادي تشمل المركب بالكامل، واللي كنبغي ناكد عليه اكثر من خلال النظره اللي شفت بعيني هو ان المنصه بدات كتحيد بالكامل حتى هي. الامور ان شاء الله غتكون على اعلى مستوى. صراحه كان واحد الكلام جميل من الاخوان اللي كانوا في الباب، يعني كاين تعليمات صارمه باش ما يصور حتى شي واحد، هذا هو اللي كاين. ولكن الاخوان غنحاولوا ندوزوا من هنا نشوفوا بان شي تغيير، غادي نعلموكم غادي نبينوا لكم كل شيء ونتمنوا الله الخير والتيسير. فهذا هو اللي كاين الخوت، كما قلت لكم غنحاولوا نقربوكم ان شاء الله من اي حاجه جديده بانت. انا كنشوفوا رافعات تبارك الله، سلعه جديده رافعات للثمن ديالها شنو نقول لكم واصل لواحد 3 المليار على حساب المعلومات اللي توصلنا بها. عدد كبير ديال الرافعات، امور اللي هي ماشي سهله. كما كنبغي ناكد على انه يمنع منعا كليا ادخال الهاتف داخل الورش، هذا هو اللي كاين. نتمنوا من الله الخير والتيسير ونشوفوا صوره جميله المركب الامير مولاي عبد الله. غنوليو نشوفوا البوابه كتحل بواحد تقنيه جد متطوره، ما يبقاوش دوك البوابات العاديه اللي كنعرفوا. مجموعه من الامور غادي تبدل، الله يسخر الامور يا ربي. ان شاء الله وليا في راسكم الخوت، ونتلاقاو في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.